مظبوط صح. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت الديفولت بيج بتاعتنا في الويب ابلكيشن بتاعنا. اول ما اخش بيبقى فيه شويه صور انيميتد. طول ما انا عامل لوج اوت، لما احب اعمل لوجن على السيستم بتاعنا بلاقي اقصى اليمين فوق شاشه اسمها لوجن، تمام. هنا بدخل اليوزر نيم بتاعي وبدخل الباسورد، تمام. وهنا بختار اللغه بتاعتي عربي او انجليزي. لو اخترت عربي هلاقي السيستم قلب كله عربي، لو اخترت انجليزي هلاقي السيستم كله قلب انجليزي. هدوس لوجن على السيستم. اول ما ادوس لوجن هيبدا يدخلني على الداشبورد بتاعتي. الداشبورد بتاعتي بتتكون من اول جزء خاص بالادمنستريشن، تاني جزء خاص بالممبرشيب، تالت جزء خاص بالسبورت اكتيفيتي، وده احنا ما اتكلمناش فيه في الديسكتوب. الديسكتوب كان ممبرشيب بس، اما هنا ممبرشيب واداره النشاط الرياضي، تمام. تالت حاجه موضوع الريزرفيشن. طبعا اداره النشاط الرياضي خاص بيها قسم الحجوزات. عندي ملاعب عايز احجزها، عندي كذا، فده جزء الريزرفيشن. وهنا جزء الخزنه، وبعد كده جزء التقارير والمتابعه، وبعد هنا جزء خاص بالادمن تولز معينه مفتوحه للكاستمر سيرفيس معينه، وده جزء خاص باليوزر مانجمنت سيستم. اول ما اخش على اي جزء فيه، هنفترض دخلت على ادمنستريشن، تمام. السيستم عندنا على الويب بسيط جدا كيوزر انترفيس. ليه؟ عباره عن جدول. الجدول ده اخر عمود فيه. اخر عمود فيه بيكون فيه كل الاجراءات اللي تقدر تعملها على الرو ده، تمام. يعني هنا الرو اللي هو اسمه ايروبكس، اقدر اعمل عليه ديليت او اديت، تمام. طب لو عايز اضيف حاجه جديده، هلاقي فوق الجدول ده زرار زائد وجنبه ايه؟ اد اكاونت، تمام. وفوق دي المنيو بتاعتي، دي المنيو اللي انا شغالها. طيب المنيو هنا اول حاجه عندنا متقسمه في الادمنستريشن على حاجات جنرال خاصه بالممبرشيب والسبورت اكتيفيتي، الاثنين مع بعض فحطيناها في جنرال. زي ايه؟ الاكاونت، الجنسيات، المحافظات، المدن، المناطق، البنوك، كل الكلام ده ايه شغال على الاثنين، السبورت اكتيفيتي والممبرشيب. طب الممبرشيب ده فيه حاجات بس الاعدادات الاوليه ليه للممبرشيب بس، زي ايه؟ الاورجانيزيشن، الدوكيمنت تايب، الاسباب التجميد. لو انا عايز اعمل فريز لعضو فهو عايز اقول اسباب التجديد، اللوائح اللي احنا شرحناها في الديسكتوب، بس في الويب بتبقى ايه مبسطه شويه، ما فيهاش التعقيدات بتاعه اسمها الديسكتوب. فديت المفروض كل اللوائح اللي عندي على السيستم. وطبعا ده بيجنج لو انا عايز اتنقل بين صفحه وصفحه على الحاجه. هنا الاستيتس بتاعه اللائحه دي، هل اللائحه دي شغاله ولا مش شغاله، ديت اللي ايه فعاله ولا غير مفعله. فاكر اللي هي اللوائح المختاره، انا بشتغل على الفعاله، اللي مش فعاله خلاص اتحط عليها ناس وناس شغالين عليها، مش معناها انها ممسوحه، لا هي موجوده بس ايه ما بضيفش جديد مثلا، مش عارف اضيف عليها حد جديد. مظبوط، تمام. طيب ممكن نخش على واحده منهم. نشوف بس الشروط بتاعتها. هنلاقي والله اول حاجه انا برضو عندي الاوبشن بتاع الكوبي ان انا اقدر انسخها من لائحه ثانيه، تمام. تاني حاجه بقول والله اللائحه دي بتاعت سنه كام، هل هنا بقى الراجل ده شغال في الداخليه ولا لا، عشان هو بيبقى ليهم اوبشن خاص بيهم. اسمها بالعربي، اسمها بالانجليزي. طب ليه عاملين عربي وانجليزي؟ عشان السيستم سبورت عربي وانجليزي، فلو حد فتح السيستم بالعربي يلاقي الاسم بالعربي، لو فتحه بالانجليزي يلاقي الاسم بالانجليزي، تمام. نوع اللائحه، هل هي دايمه ولا مؤقته، تمام. نوع العضويه، هل هي سنجل فاميلي ولا سنجل ممبرشيب ولا فاميلي، تمام. سنجل فاميلي ديت مقصود بيها ايه؟ فردين اللي هي زوجيه. لا، سنجل فاميلي اب واولاد، مفيش ام. تمام. الفاميلي اب وام واولاد، تمام. او واحده وبناتها، واحده مطلقه او اي حاجه يعني.
هنا بقول والله قيمة العضوية قد ايه، قيمة الكرنيه لو هو فقده قد ايه. تمام. هنا الابن قيمة الإضافة الابن كام؟ هنا بقى ايه عمر الابن. يعني انا والله لو هي جايالي وابنها بين ال 25 و 30 سنة هدفعه المبلغ ده، هضيفه. بس هدفعه المبلغ ده. تمام. مش هدفعه الستين كاملة. مظبوط. لا انا هدفعه المبلغ ده. تمام. لو هضيف اب هدفع كام، او ام هضيف اسمه ايه، هضيف هنا ما علينا، ما عرفش ليه مكررها مرتين. هنا المينيمم هو العمر، اقل عمر الاطفال كام عشان يخش على السيستم؟ 4 سنين. اكبر عمر ليهم 25 وينفصلوا. تاريخ التجديد والله يوم واحد شهر واحد. تاريخ الغرامة من 1/3. تمام. الغرامة الاولى بسعرها كام؟ الغرامة التانية من يوم كام؟ سعرها كام؟ الغرامة التالتة من يوم كام وسعرها كام؟ تمام. تمام. هم عاملين 3 غرامات. فديت ايه اللائحة طبعا غير اللائحة التانية. اللائحة التانية كان فيها شروط كتيرة يعني. وده فرق بين نادي ونادي. يعني هو النادي ده كان لسه بيبدأ فما عندوش الكيسز الكتيرة. تمام. مشكلة النادي الاولاني ان هو كان عنده سبيشال كيسز كتيرة. مظبوط. لا والله ده خد موافقة باكسبشن كذا، ده خد موافقة باكسبشن كذا، فعشان كده بقينا نحط كل الكلام ده كشروط برغم ان هي كلها فيكسد دلوقتي. مظبوط. بس عشان الناس القديمة لما جينا ننقل بياناتهم نقلناها صح. تمام. تمام؟ طيب فده الجزء الخاص بالاعدادات الرئيسية الخاصة بالممبر شيب. هنا انا عايز ادخل فلوس التجديدات بتاعتي على السيستم. تمام؟ اقول والله سنة كذا العضو الاساسي بكام، الابن بكام، هما زوج وزوجة بكام لوحدهم، لو زوجة جديدة بكام، لو اب وام بكام، لو اب وام بكام. تمام. هنا اب او ام، هنا الاثنين مع بعض. يعني لو هو ضيف ابوه لوحده هيدفع 400 جنيه، لو ضيف ابوه وامه هيدفع 600 جنيه. تمام. مش هيتحسب عليه اثنين. تمام. طيب هنا بقى الجزء الخاص بالسبورت اكتيفيتي. هنأجله شويه نتكلم عليه لما نيجي نبدا في السبورت اكتيفيتي. نخلص بس الممبرشيب الاول. نيجي بقى الجزء ايه الممبرشيب. زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي فات الجزء الخاص بالممبرشيب ان انا عندي طلبات بحولها عضويه، العضويه ببدا اعمل عليها اجراءات بس ويب ابلكيشن. زي ما احنا قلنا من شويه انا لما بخش بلاقي عندي جدول، الجدول ده اخر عمود فيه هو فيه كل الاجراءات اللي انا اقدر اعملها. طبعا ده بيجينج زي ما احنا اتفقنا. لو عايز اضيف حد جديد بلاقي فوق زرار اد نيو ابلكيشن. طيب طب لو انا عايز اسيرش هنا زي الفلتر اللي كان هناك بس هنا ايه، هنا اكورديون بدوس عليه بيطلع لي الحاجات اللي اقدر اسيرش بيها. والله انا عايز رقم طلب رقم 23 وادوس سيرش يقوم عامل لي سيرش وجايب لي اللي انا اخترته. او ممكن اختار والله انا عايز الناس اللي الستيتس بتاعتها كذا اللي هو الابلكيشن المرفوضه، مفيش حد مرفوض. تمام. هنا عشان اعمل ريسيت للفلتر بتاعي وارجع كل الناس. تمام. هنا والله انا عايز اختار اللي هم الذكور بس. تمام. تمام. فده ادفانس سيرش، انا هسيرش باي حاجه انا اقدر ايه اسيرش عليها. تمام. تمام. وبرده شكله ايه بسيط ان انا بدوس عليه بالظبط بيفتح وادوس عليه يقفل مش واخد مساحه من الشاشه. تمام. تمام. طيب الابلكيشن انا عندي هنا شويه حاجات، يا اما اعمل نيو ابلكيشن يا اما اشوف البروسيس بتاع الابلكيشن او الابروفد ابلكيشن او دول زي الفلترز اللي احنا كنا اللي هم كانت تحت الدراسه وطلبات مقبوله ومرفوضه. تمام. فهنا ريجكت ابلكيشن هيجيب لي كل الناس اللي حصل لهم ريجكت. تمام.
تمام، زي الفلتر اللي احنا عملناه في السيرش بس ده فلتر من فوق. تمام. طب الممبرشيب تقدر تشوف الاكتيفيت الفريزون الناس المجمدين. تمام. الناس المجمدين نشوف الاكتيف بس، دول الناس الاكتيف بيطلع لي والله هو رقم عضويته كام، اسمه الستار ديت بتاعه كان امتى، هو على انهي لايحه، نوع اللايحه ايه، الستاتس بتاعته ايه، اكتيفيت ولا فريز ولا ايه. وزي ما اتفقنا اخر عمود ايه في كل الاجراءات بتاعتي. تمام. طب ايه الاجراءات بتاعتي على العضويه؟ ان اعمل ديتيلز ليها، ان انا اعمل اديت للبيانات بتاعتها، ان اعمل اديت للستاتس بتاعتها احولها من نوع لنوع. تمام. ان اكتب عليها نوتس. تمام. ان اشوف الاقساط بتاعتها. تمام. ان اعمل اديت للصور بتاعتها. تمام. ان اعمل رينيوال ليها، اعمل لها تجديد سنوي يعني. تمام. ان انا اعمل ري انستولمنت، اعاده جدوله للاقساط اللي داخله. اه ان هنا ابدا اسجل عليها دوكيمنت اللي هي الفايلز، الملف الورقي. تمام. عايز اخده سكان وارفعه على الفايل سيرفر بتاعي. ان هي اعمل له برنت للكارد بتاعته. تمام. اعمل برنت للكارد بتاعته. ان انا هنا ايه احول العضويه ديت لعضويه ثانيه. تمام. فدي كل الاوبريشن اللي اقدر اعملها على ايه، على الممبرشيب. تمام. لو انا عايز ارجع بقى للداشبورد بتاعتي، انا كده خلصت اول مديول وثاني مديول الممبرشيب. هنتكلم دلوقتي على سبورت اكتيفيتي، فعشان اتكلم على سبورت اكتيفيتي لازم اتكلم على البيانات الاساسيه للسبورت اكتيفيتي اللي احنا ما اتكلمناش عليها من شويه. فالسبورت اكتيفيتي اول حاجه انا عندي في النشاط الرياضي اللوكر، الخزن. انا كنادي باجر اللوكرز بتاعت النادي. تمام. فانا اول حاجه هعمل تعريف لاماكن اللوكرات بتاعتي. والله انا عندي لوكرز في المبنى الاسبا بتاع السيدات، عندي لوكر في حمامات السباحه الرجال والكلام ده. تاني حاجه بعرف عددهم، يعني اول حاجه هنا بعرف اللوكيشنز بتاعتهم، بقول انا عندي والله لوكرز في المين بيلدينج، لوكر في السويمنج بول، لوكر في اي حاجه، بعرف الاماكن نفسها. تمام. تاني حاجه هنا بعرف اللوكرز نفسه. انا الاول عرفت ايه الاماكن، هنا والله انا هضيف بقى والله اقول له المكان الفلاني اللي هو كان حمام السباحه مظبوط في لوكرز نوعها رجالي ولا سيدات. سيدات. الحجم بتاعها كبير ولا صغير؟ كبير. عددهم قد ايه؟ 20. الايجار بتاعهم في الست شهور كام؟ والايجار بتاعهم في السنه بكام؟ تمام. تالت حاجة أنا بعرف الكوتش تايتل. تمام. اللي هو المدربين بتوعي. تمام. بعرف إيه التايتلز بتاعتهم، والله أنا عندي كوتش، عندي تكنيكال مانجر، عندي كوتش فايس هيد. تمام. هنا بقى ببدأ إيه أعرف اللاعب بتاعي. السيستم بتاعنا معمول دايناميك، مش فيه شوية جيمز وأنت تعمل لها تدخل لها داتا، لأ أنت بتعمل كاستمايز كل حاجة. تمام. بداية إنك أنت أصلا هتدخل السبورت اكتيفيتي. تمام. يعني سبورت اكتيفيتي مش موجوده على السيستم، هتقول انا هضيف سبورت اكتيفيتي جديده. تمام. اسمها ايه يا عم الحاج؟ اسمها كذا. تمام. اللعبه ديت هل هي سنجل بلاير ولا مالتي بلاير؟ تمام. طيب ايه الملاعب اللي عندي ليها؟ اسم الملعب وعددهم. تمام. طب ايه انواع الحجوزات على الملعب ده؟ ايه انواع الحجوزات؟ والله انا عندي جروب تريننج، انديفيدوال تريننج، مينتينس، ريزرفيشن، تورنمنت. تمام. بطولات. تمام. طب لو انا ماشي، ده الاكونت بتاعتها، الاكونت ده خاص لما اجي اربط بين البرنامج بتاعنا وبرنامج الحسابات. تمام. 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 فهنا انا هنا عرفت ايه لعبه معينه كسبورت اكتيفيتي. تنس، انا عندي 12 ملعب تنس اسمهم تنس ريزرفيشن اللي موجوده عليها،
والله حاجه اسمها جروب تريننج، وحاجه اسمها انديفيدوال تريننج، وحاجه اسمها مينتيننس، وحاجه اسمها ريزرفيشن، وحاجه اسمها عليها كل حاجه. تمام طيب نيجي دلوقتي، عرفنا اول حاجه ايه السبورت اكتيفيتي. طب ايه اللي تحت السبورت اكتيفيتي؟ حاجه اسمها جروب كاتيجوري. ايه جروب كاتيجوري؟ الاعمار السنيه. تمام، يعني تحت كل لعبه بعامل الفئات العمريه. انا بفتح واحده بس ايه اهو، بكتب اسمها، بقول ان هي تحت انهي رياضه. تمام، بقول بقى اقل عدد يلعبوا في العمر ده كام، واكتر عدد يلعبوا مع بعض كام، واقل سن قد ايه، واكتر سن قد ايه، والجروب كاتيجوري ده هيبدا من تاريخ امتى يبدا يشتغل معايا. وتكراره في الفتره بتاعته قد ايه، كام ساعه السيشن، قد ايه ساعه. طب السيشن دي كل ويك كام سيشن، مكون مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع، وهكذا. تمام تمام. هنا بقى بعرف الكلاسز بتاعه الكوتشز، المدربين عندي ايه وبي بلس والكلام ده كله. هنا بعرف المدربين بتوعي، بدخل بيانات بتاعتهم. هنا بعرف قيمه الحجوزات الماليه، الفلوس بتاعه الحجز. والله سعر الساعه الصبح قد ايه، وبالليل قد ايه، والمده قد ايه، 30 دقيقه ولا ساعه ولا كام. تمام. اللي هي individual training. individual training دي حاجة زي البرايفت كده، والله انا عايز احجز تنس لوحدي. فوالله سعر الساعة بكام. هنا برضو اقدر اعمل فلتر لو انا عايز لعبة لوحدها، بدل ما اقعد ابص في كل اللعب. فهنا بيجيب لي لعبة بعينها. جروب تريننج اللي هي المجموعات، التدريبات بتاعه المجموعات فلوسها ازاي. سبورت اكتيفيتي الغرامات بتاعته لو حد اتاخر في السداد اي حاجه. الستاند اب كوتش، المدربين احيانا بيبقى عندي مدرب اساسي ومدرب ايه احتياطي، عشان لو اساسي حصل له اي ظرف الاحتياطي ينزل مكان. تمام كده، احنا عملنا البيانات الاساسيه للسبورت اكتيفيتي. نيجي بقى برضو في السبورت اكتيفيتي بقى، نخش بقى في خلصنا كده الاساسيات. اول حاجه انا عندي البلاير. البلاير عندي حاجه بتين، يا اما ممبر شيب يا اما نون ممبر. تمام. طب لو هو ممبر، بروح اجيب بياناته منين؟ من ممبر شيب. بالظبط، مش هدخلها من اول وجديد. بالظبط. طب لو هو نون ممبر، بدخل له بياناته. باجي هنا في اد بلاير، ببدا ادخل ايه، بيانات اللعيب والجنسيه بتاعته والجفرمنت والكلام ده. وطبعا لو نسيت بيانات بيطلع لي فاليديشن على الحاجه دي. ده الجزء الخاص بالبلاير. طبعا اللي فوق ده ايه، السيرش بتاع البلاير. تمام. هنا بقى الاتندنس بتاعهم، الحضور والانصراف بتاعهم. عايز والله اختار سبورت اكتيفيتي معينه على اختار يوم معين، 1/5 ده كان اجازه. ماشي، الناس دي عندها كذا. هقول والله هو حضر، هو خد اكسكيوز. طب لو كل الجروب حضر، خلاص هو عامل بريزنت اول وخلاص. بالظبط. تمام. ده الخاص بالبلاير. جروب بقى، انا عايز اعرف جروب اصلا عشان احط عليه الابناء دول. تمام. فهنا ببدا اعرف الجروب بتاعتي. فالجروب بتبقى ايه، تحت الفئه العمريه. تمام. احنا قلنا اول حاجه سبورت اكتيفيتي فوق، تحتها اللي هي الجروب كاتيجوري، تحتهم الجروبس. تمام. فالجروبس دلوقتي دي جروب كاتيجوري بتاعته السبورت اكتيفيتي ايه، اليوم بتاعه امتى. لو قلنا هات جروب كده عشان نشوف ايه اللي هنا. تمام.
معلش بس دي عايز ارد على التليفون ميه. فهنا بقى في ايديت جروب ببدا اشوف والله ايه اسم الجروب، ايه السبورت اكتيفيتي، ايه الجروب كاتيجوري بتاعه، ايه اليوم بتاعه، هيبدا من امتى، هينتهي امتى. هنا اشوف البلايرز اللعيبه اللي موجوده جوه الجروب. تمام. هنا لو معمول لهم ان ديت، لو حد معمول له ان ديت بيظهر لي هنا ان هو اتعمل له ان ديت. هنا من المدربين اللي موجودين على الجروب ده. تمام. كل دي ده بيانات دخلها الجروب. طيب دلوقتي والله انا قاعد في كاستمر سيرفيس وحد عايز يجي يشترك على جروب معين. ففي الاول هو راح عمل ملا استماره وراح للمدرب، فالمدرب قيمه ان هو فئه عمريه معينه. فهي الست جايالي، بس الست جايالي معايا ابنين وعايزه تظبط مواعيدها. ما هي ما مش هتيجي النادي كل يوم. فهي جايالي تقول لي والله دلوقتي انا ابني ده هيلعب في التنس. حاضر في التنس. واديتني الابلكيشن اللي معاها، فانا شفت والله الابلكيشن بتاعها هو مختار ان هو وين حطه على الكاتيجوري وين. فهنا بقول لها والله المواعيد اللي عندك الاربع والخميس والسبت دي المواعيد الفاضيه، والحد والاثنين والسبت. لا لا طب معلش بقى شوف لي بس عشان بنتي الثانيه هي بتلعب تنس برضو بس جروب تاني. بتلعب معرفش استرن يعني. تمام. طب والله في عندها هنا الاربع، بس الاربع من الساعة 20. طب عندك هناك الاربع من الساعة 20؟ لا ما عنديش هنا الاربع من الساعة 20. طب هنا هنا عندها الخميس، الخميس هنا من 6 من 6 ونص. طب عندك هنا خميس من 6 ونص؟ لا الخميس هنا من 5. طيب ايه عندك كمان التلات، التلات من كام؟ من 6 ونص. وهنا مفيش التلات خالص، التلات مفيش. لا ابعد عن التلات، الاثنين الاثنين والله الساعة 10 ونص الصبح. طب هناك 10 لا 10 الصبح دي عندها مدرسة؟ مش هينفع يعني. طب حاضر. عندها هنا السبت كذا. لا طيب خلينا نرجع تاني للصفحة الأولى. طيب ماشي. طب ايه فكرتي ولا لسه؟ لا طب سيبني ايه افكر شوية. طيب في حاجة تانية؟ ده بيلعبوا سباحة، بيلعبوا سويمي. ماشي طبعا كرتس سويمي. بيلعبوا سويمنج ايه يا حاجة؟ والله هو بيلعب فيش سمكة وهي بتلعب بط. ماشي حاجة نجيب لك هنا سويمنج وهي بيلعب بط. فعندي لحد ايه اربع حاجات اقدر ايه اجيب مواعيدهم مع بعض. طب والله طب ما تقول لي. طب بص حاجه ايه، بص انا هطبحهولك وخدي ايه اقعدي بقى في حته فكري وظبطي مواعيدك وكلمي جوزك في التليفون وشوفي المواعيد الانسب ليه. فهنا طلعت لها ايه جروب افيلابل، ايه هو ايه هو في تاني، ولو في اكتر من صفحه بيطلع لها اكتر من صفحه. الحاجه كلها ايه الورقتين هطبحهم لها وايه تيجي. بس اقول لها على فكره ممكن تيجي لما تيجي تاني ما تلاقيش مواعيد حد تاني يكون حجزها فبسرعه. بس طيب والله خلاص قد ايه؟ طب سجل ابني على وين يوم الاربع دي الساعه 7. طب خلاص اهي طيب اهو والله اقوم جاي هنا اقوم ايه. والله هو ابنك عضو ولا مش عضو؟ هتقول لي عضو. طيب ماشي اسيرش عليه. طب رقم العضويه كام؟ 50 اهو. اهو اسمه نور؟ لا لا ماريو. ماشي يا عم ماريو. ماريو انت عملت له سيلكت كده اعمل له اد فكده اتضاف. هلاقي ماريو اتضاف هنا اهي. بتاريخ ايه؟ هيبدا في الجروب ده من امتى؟ النهارده. من تاريخ النهارده. طيب كده خلاص يا حاجه. خلاص سيف. خلاص كده حفظنا ايه ماريو اتحفظ.
على الجروب ده. طب والبنت ايه؟ طب ادخلها كده. فانا ايه بستفيد من الجروب افيلابيلتي في الحته دي، ان انا اسمه ايه، ان انا ببدا اسيرش عليه و ومختار اربع حاجات عشان ايه اسهل على الكاستمر سيرفيس اللي هو بيعامل مع الاعضاء. لا ظبطي لي ميعاد، ما اعرفش مين مع ميعاد مين والكلام ده. طب فايه تمام اربعه يعني تمام. طب لو هي لا انا عايزه ميعاد يوم الخميس ده، ما تشوف لي كده اي مجموعه يوم الخميس. فاقول لها طب ممكن ادخلك بس ويتنج ليست. ويتنج ليست ده بيجيب لي ايه؟ المجموعات اللي حتى المليانه تمام، مش اللي فاضيه. تمام. بيجيب لي هنا المليانه، هتلاقيها زي جروب افيلابيلتي بس ايه بس بيجيب لي كل المجاميع ايه اللي مليانه، اللي هو ايه الماكسيمم أربعة والعدد أربعة. تمام. هنا بقى لما هاجي اقول له اد هعمل ايه؟ هضيف نفسي كويتنج ليست على المجموعه دي. تمام. ليه؟ لو حد اعتذر، حد غير ميعاده، هكلم الست دي اقول لها والله في الميعاد اللي حضرتك كنت حاجزاه ايه فاضي. طيب الويتنج ليست بتترتب بعد كده مش باولويه اسمه ايه؟ مش باولويه التسجيل. يعني دلوقتي ما عندي في الويتنج ليست كام؟ صفر. جيت سجلت واحد عليه، مش معناها انه لما يفضى مكان يعني سجلت واحد وبعد كده جه حد تاني سجلت اتنين، جه حد تاني سجلت تلاتة، جه حد رابع سجلت اربعة، دلوقتي بقى عندي في الويتنج ليست كام؟ اربعة. اربعة. مش لما يفضى مكان هكلم مين الاول؟ لا. قال لك انا هشوف اول حاجة ده هو اصلا بيلعب في جروب تاني ولا لا. لو بيلعب في جروب تاني وعايز بس يغير مواعيده وعندي حد تاني جديد، يبقى الجديد اولى. تمام. ليه؟ فانا برتبهم الناس الجداد قبل الناس اللي بتلعب على نفس الكاتيجوري بس جروب تاني. تمام. عايز يغير من يوم الحد ليوم كذا. او عايز يغير ميعاده من خمسة خليه ستة. طب دلوقتي الجداد متقسمين برضو في الاولويه بتاعتهم على حاجتين تانيين، الاعضاء قبل اللي مش اعضاء. تمام. يعني حتى لو غير عضو سجل الاول، العضو بياخد البريوريتي اعلى من اللي هو ايه. تمام. مش عضو. تمام. وهكذا. دي الويتنج ليست. الويتنج اكشن ديت بقى اللي انا بقول لك عليها، بقى دي اللي بيظهر لي فيها بقى الاربع اسامي بالاسماء. طبعا ما فيش عندي ويتنج ليست خالص، فلو طلعت بيطلع لي هنا عدد البلاير. وعدد البلاير زي ما بقول لك لما باجي افتحها بقى اقول له عايز افضي الويتنج ليست ديت او انقل حد على المجموعه، اسمها ايه بيقول لي بقى الجزء ده، بيقول لي بقى بيطلع لي بالترتيب اللي انا بقول لك عليه. طيب الجروب تشارت، الجروب تشارت ده مهم جدا. ليه؟ لان ده انا بختار والله اي بلاير، بلاير رقم واحد حلو، واقول له سيرش، بيطلع لي كل البيانات بتاعته. بيطلع لي والله ايه المجاميع اللي هو مشترك فيها، اشترك فيها من تاريخ امتى، الايام بتاعتها امتى، الساعه بتاعتها امتى، ايه الفلوس اللي عليه. تمام. هنا الفلوس اللي عليه في الشهر اللي انا مختاره، انا محدد شهر خمسة، فهلاقي الفلوس اللي عليه بتاعت شهر ايه خمسة للمجموعتين اللي هو مشترك فيها. تمام. طيب النوتس، اول حاجة ده السكادول بتاعه. تمام. هو بيلعب ايروبكس وبيلعب تنس. ايروبكس بيلعبه لعبه يوم 30/5، دي مواعيده من 2/5، مواعيد شهر خمسة كلها بتاعته. لو جه حد سالني والله هو مواعيدي كام امتى الاسبوع الجاي، والله الاسبوع الجاي عندك يوم 13 ويوم 15 ويوم 20 الساعه كذا الساعه كذا، طب اديه الجدول بتاعه يعني. النوتس لو انا اقدر ادخل نوتس على اللاعب ده، اقول والله اللاعب ده شقي، اللاعب ده المدرب اشتكى منه، اللاعب ده كويس، اللاعب ده ينصح المدرب ضمه للفريق الاول، نوتس على الاتندنس الحضور والانصراف بتاعه، الاذونات بتاعته لو هو محطوط على ويتنج ليست
ايه الويتنج ليست اللي محطوط عليه. تمام ده جروب. طيب الاكسترا كلاس، واحد عايز ياخد حصه زياده، هو مشترك في مجموعه بس ايه حاسس نفسه ضعيف عايز ياخد حصه زياده بس هيقول والله عايز اضيف حصه جديده. تمام. حصه واحده مش هخش مجموعه. تمام. فبيبدا يشوف له ايه المواعيد المتاحه ويدخله ايه في المجموعه. كانسل وان داي ديت معموله ليه؟ حصل الدنيا مطرت فالنادي مش هيوقف السباحه النهارده. فاجي اقول له والله كانسل وان داي. طب هكنسل وان داي على كل النادي ولا على سبورت معينه؟ اللي هي التو اوبشن. النادي كله حصل اي حاجه في البلد، حصل حادثه على المحور، حصل اي حاجه فالطريق للنادي ما حدش هيجي النادي اصلا النهارده. فكنسل. واحد رمضان فكده كده الناس مش اول يوم رمضان مش هيجوا يلعبوا التمرينات وما اعرفش ايه والكلام ده كله. تمام. والنادي عامل ايفنت بفرحه رمضان والكلام ده كله فعايز يوقف اليوم ده. تمام. ليه عايز يعملوا ان التوقيف حصل من النادي ما حصلش من اللعيب؟ عشان اللعيب لو يتحسب عليه غياب هيتخصم منه فلوس. بس فده هنا ايه كانسل وان دي. ده الجزء الخاص بالسبورت اكتيفيتي. الجزء الخاص بالريزرفيشن. الجزء الخاص بالريزرفيشن. تمام. انا عندي ايه الحجوزات اللي عندي في النادي؟ ملاعب ولوكرز. تمام. احنا ما عرفناش لوكرز اصلا فايه مش هنلاقي هنا في لوكرز موجود. طب ملاعب. ملاعب بختار والله السبورت اكتيفيتي. مش احنا قلنا الملعب بيتعرف على سبورت اكتيفيتي. اخترت والله تنس. تمام. وبختار يوم معين. وهنا بيطلع لي ايه ال ال اسمها ايه الحجوزات اهي. الملعب ده محجوز من كذا لكذا. مع مين كوتش وما اعرفش ايه مع كان. طب انا عايز احجز بقوم جاي معلم كده انا هحجز ملعب ايه اللي هو تنس واحد. من الساعه كام؟ 7 للساعه 8. فاول ما بدوس بيطلع لي والله ان انت عايز تحجز تنس واحد من الساعة 7 للساعة 8 الا دقيقة. هتحجز الملعب ده ليه؟ انديفيدوال تريننج. لا ريزرفيشن، حجز واحد عضو عايز يحجز الملعب يلعب لوحده. طب اللي عايز يحجز ده عايز يحجز الميعاد ده كل اسبوع؟ هيكرره يعني؟ يكرره والله لمدة شهر. يبقى عندي 4 مرات. طب ايه العضو رقم كام؟ العضو رقم 1. هقول له اد دايز. اد دايز بيعمل ايه؟ بيقول لي والله هو هيلعب يوم 1/5 و8/5 والكلام ده كله من الساعه 7 للساعه 8. تمام. سعر اليوم كام؟ 20 جنيه. سعر الساعه 20 جنيه. 20 و20 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 كام؟ ف5 بكام؟ 100. بس لما اقول حفظ فهينزل على العضو ده فلوس ايه؟ 100 جنيه لازم يروح يسددهم فين؟ في الخزنة. تمام. بس ده جزء ايه؟ الحجز. طب انا لو عايز اشوف حجز بدوس عليه بيطلع لي والله بيانات الحجز اللي محجوز ده بكل حاجة. تمام. ده بالنسبه للحجوزات. نرجع تاني على الداشبورد. عشان نرجع على الداشبورد بندوس على اسم المستخدم وبختار. تمام. داشبورد. تمام. هنا الجزء الخاص بالخزنه. الخزنه هنا اسهل بكتير. انا هاخد فلوس من ايه؟ نعم. اعضاء ولا طلبات اعضاء ولا مش اعضاء؟ وبكتب رقمه هنا وبيطلع لي هنا والله انت عايز تاخد منه ايه؟ دفعة مقدمة ولا تجديد ولا حجز لوكر ولا باسكت بول جروب تريننج وكام. هنا بقى بيطلع لي كل الفلوس عليه. لو دوست على ديت لو اخترت هنا عضو اخترت ابلكيشن ودوست هنا بيطلع لي كل زي كشف حساب كل الفلوس المستحقة عليه. تمام. بس
باجي اقول والله الراجل عايز يدفع كاش ولا فيزا ولا من كريدت. في البرنامج ده عاملين جزء كويس انه ايه حاجه كريدت، يعني راجل معاه 1000 جنيه عايز يسيبها تحت الحساب واولاده هيلعبوا كل شهر ايه خصم من 1000 جنيه. فهاجي اقوم جاي مره واحده دافع ايه فلوس داون بيمنت اللي هي ديبوزيت ديبوزيت بيمنت مبلغ كذا بيبقى تحت حساب تمام، وببدا ايه اخصم منه. هنا ببدا اضيف 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 في الاخر ادوس حفظ فبيطلع لي شكل ايه الايصال بتاع السداد الخزن. طيب لو انا عايز اضيف استحقاقات اخرى فهنا بضيف استحقاق اخرى وبسدده على طول. الخزنة بتعمل حركتين. هنا لو انا عايز اضيف ايه كريدت، الراجل جاي يدفع معاه 500 جنيه عايز يدفعها 100 جنيه عايز يدفع اي فلوس تحت الحساب. هنا لو انا عايز اطبع تاني الريسيتس اللي اتطبعت الايصالات اللي اتطبعت عايز اطبعها تاني، فهنا اقدر ايه اشوف اي ايصال واقول له ايه اطبع وريني شكل الايصال. بيبقى مكتوب عليه كابي ريسيت عشان يبقى معروف ان ده مش الاصل. بس ومين اللي طبعه ومين اللي طالبه مستر ايه والكلام ده كله، الفلوس اللي عليه ايه هي ونوع الدفع ايه فيزا ولا كاش والتاريخ بتاعه امتى. تمام. لو انا هنا عايز اقدر اعمل ديليت للترانزاكشن او ديليت للايصال. تمام. طبعا دي برميشنز يعني توب برميشن يعني معمول وهي معمول غلط تعمل اصلا في السيستم بس معموله بناء على طلب العميل. طيب بيمنت ريفيو، انا والله دلوقتي عايز اشوف ايه العضو اللي هو زي كشف حساب العضو فاهم قصدي، بس اختار والله عضو من الاعضاء اللي عندي واقول له ايه معلهوش هنا نوتس بيمنت استلام. والله الراجل ده دفع تجديد سنوي كذا دفع منه كذا وكذا والله بتاع 2018 دفعه وخد عليه ديسكاونت. تمام. ده بقى البيمنت هيستوري. البيمنت هيستوري هنا والله بختار عضو بيطلع لي بقى ايه الهيستوري بتاعه بقى الفلوس البالانس اللي عليه كام الكلام ده. تمام. طيب ده كده الجزء الخاص بالخزنة. الجزء الخاص بالادمن تولز دي شوية بروسيديرز بتتعمل كل شهر. فيعني على الممبرشيب انا في الجزء الاول هم كانوا بيدخلوا ارقام اعضاء غلط. ما كانوش بيدخلوا ابليكيشن مظبوط. فكان عايزين يغيروا ارقام الاعضاء. عشان في ناس خدت ارقام غير الارقام اللي اتقالت لها يدوي. فهنا الاوبشن ده بتاع تشينج ممبرشيب نمبر. الانوال بروسيديرز ديت ان دلوقتي والله عايز افتح سنه جديده فعشان ينزل على الناس استحقاقات التجديد السنوي كلهم مره واحده. طب انا عايز اكنسل ممبرشيب عايز اعمل لها كنسليشن من على السيستم غلطت وكانت غلطه ودخلت بيانات غلط. طب في السبورتنج اكتيفيتي لو انا لاعب فجاه اكتشفت ان هو لا ده عضو فانا عايز احوله من لاعب لعضو. تمام. الجروب بروسيديرز ايه جروب بروسيديرز اللي عندي انا دلوقتي الشهر خلص فانا عايز اعرف ايه البيمنت اللي الناس كلها تدفعها فباجي اقول والله شهر 5 اعمل ريكالك جروب بيمنت فينزل على كل الناس اللي اشتركت ولعبت الفلوس بتاعت الشهر الجديد. تمام. طب وايه الناس اللي ما دفعتش الشهر اللي فات بقى انزل عليها ايه الغرامه. طيب التالت حاجه ايه انا هعمل ابديت للاتندنس. ليه لو واحد غاب حصتين وخد حصتين تانيين اكسترا فده هيطير ده فاهم قصدي فما ينفعش فلوس زياده على اكسترا هو حضرهم بدل حصتين هو غاب قدم اكسكيوت. تمام. اتندنس كنترول ده اللي هو بختار اللعبه وبقول والله بيطلع لي كم واحد خد كم واحد ما سجلش
كم واحد سجل كم كسب. تمام. البلاك ليست لو انا عندي ناس حاطتهم في البلاك ليست. تمام. البلنتي بروسيديرز باجي اقول والله بلنتي اسمها كذا على نوع العضويه اللي هو ممبر او مش ممبر من يوم كذا هيبقى ايه غرام. تمام. ده الجزء الخاص بالادمن تول. جزء اخير خاص باليوزر مانجمنت. احنا هنا الان سايبين التقارير بس هنرجع لها كمان شويه. ده جزء خاص باليوزرز بالصلاحيات بتاعتهم بالكلام ده كله يعني حاجه بسيطه يعني مش محتاجه شرح. ده الجزء الخاص بالتقارير. تمام. تمام. هنلاقي هنا بقى حوالي احنا السيستم ده ما شاء الله فيه فوق 50 تقرير. 50 هيد اوف تقرير مش 50 ديتيلز. لا ديتيلز ممكن نخش واكتر من كده بالكرايتيريا اللي موجود كده يعني ممكن تضرب في حاجات. طب متقسمه ازاي؟ متقسمه والله ابلكيشن عندي ابلكيشن ستيتس، ممبرشيب عندي ممبرشيب ستيتس، ممبرشيب نوتس، ممبرشيب كانسلد، ممبرشيب ايج، ممبرشيب ايميل، ممبرشيب موبايلز، ممبرشيب باي ادرس، ممبرشيب باي جوب تايتل، ممبرشيب باي ليست، ممبرشيب باي تايتل تايبس، ممبرشيب باي سيلز مان، ممبرشيب ديتيلز، اول نيو ممبرشيب، اونلي نيو ممبرشيب، سيبريشن ممبرشيب، نمبر اوف برنت كارد، ريمبر ريمايندر اوف سيبريشن، ترانسفير ممبرشيب، ممبرشيب كوميونيكيشن، ممبر ستاتستيك، ممبر ريفينيو. الممبرز ده دخل للنادي قد ايه؟ الديوز اللي عليه، الفلوس اللي عليه، الفلوس المستقبليه، الفلوس المتاخره، الفلوس المدفوعه اللي اتعمل لها اعاده جدوله، الانيوال ليتر اللي هو الانيوال المتاخره، الانيوال بيمنت اللي اتدفعت، الرينيوال ستيتمنت، الخطاب اللي هيبعتوه لكل عضو عشان يقولوا له والله بدا التجديد السنوي لدينا رجاء حضور للنادي. الانيوال امبيد ديوز، انيوال امبيد ديوز، الانيوال اناليتيك. طبعا كل واحد بقى فيه بقى الكرايتيريا اللي انت بتختارها والكلام ده. جروب تريننج، الجروب تريننج عندك فيه حاجات كتيره. توتال بلاير ان اكتيفيتيز، توتال بلايرز ان اكتيفيتيز اوف كاتيجوري، كنترول ريبورت، فيتنس اتندنس، كوتش سكادول، جروب افيلابل، جروب تايمينج، اتندنس. اتندنس ده اللي بيعملوا بيه الحضور والانصراف بتاعهم. يعني باجي اقول والله يوم 8/5 هما بيطبعوه بيدوه للمشرف عشان هو في الملعب يحضر الناس. فهو بيقول له والله ده جروب تريننج اتندنس يوم اللي احنا اخترناه يوم كام النهارده 8/5 عندك من الساعه 6:30 للساعه 7:30 كره قدم. وبعد كده هنا عندك جروب تاني تنس من كذا لكذا. هنا بعلم تشيك على الاتندنس. تمام. وهكذا. اتندنس اناليسيس، جروب تريننج ديو ديت بيمنت، جروب تريننج امبيد فيز، ريزرفيشن اللوكال ريزرفيشن، كورت اناليسيس عايز اعرف والله الملاعب ايه الاناليسيس بتاعها. كورت اناليسيس بيجيب لي كل ملعب الساعه عليه كام حجز. كورت سكادول، جدول بتاع الكورت نفسه. لو جينا اخترنا سبورت اكتيفيتي زي التنس، جينا اخترنا هنا تنس واحد، فبيجيب له والله الراجل ده النهارده مع الملعب ده فاضي من الساعة 7 للساعة 1 فاضي. تمام. هنا التايم رينج من 7 ل 13 ومن 13 بالليل. هنا من 13 ل 19 عليه حجز الساعة 5 و 5 ونص و 8 و 6 و 6 ونص. تمام. individual analysis، كوتش individual analysis، بلاير individual analysis، total بير مانث، بلاير النون ممبر قد ايه، البلاير سكادول، البيزنس كنترول، الخزنه، اليوزرز. دي كل التقارير اللي موجوده يعني
شويه تقارير يعني سيستم ناقص تقارير يعني. ما شاء الله. فكده خلصنا الجزء الخاص بالممبرشيب.